رئيس إيران جريجان يقول نتعامل مع الغرب والشرق. اسمعوا، هي هاي رسالة للجميع حتى يسمعها. قول نتعامل مع الغرب والشرق بناء على شنو؟ بناء على مصلحتنا. هسه فهمتوا يا ذيول ان ذولي يتعاملون مع كل هاي العالم مثل ما قلنا. احنا بالنسبة لبلدنا ليش ما نتعامل ايضا مثل هؤلاء؟ بناء على شنو؟ على مصالحنا. الآن هم شي يسوون؟ مدابيننا بالجحيم، ولكن يتعاملون مع الغرب والشر بناء على مصالحهم. هذه السياسة، السياسة في أن أنت ما لك علاقة بالبر، أنت أهم شي توصل أهلك شعبك توصله إلى بر الأمان، خليه يتمتع بكل ما بهذه الحياة من رفاهية ومن استقرار ومن تعليم، حتى هذا لا يكون أرض رخوة لكل هذا التجهيل اللي شفتوا شلون أثر بينا. هذا اللي صار كله من وراء شنو؟ كل هذا من وراء أنه إحنا خلينا شعبنا ورانا ورحنا نناضل ونكافح وقاتلين روحنا على غير شعبنا. هو بالعكس، أنت خيراتك إلمن؟ أنت أصلا جاي إلمن؟ يقولك أنا جاي لخدمة الشعب. خدمة الشعب وين؟ أنت ما جاي تخدم الشعب، إحنا لازم نخدم شعبنا. يعني هاي الناس تشتغل، هاي الدول اللي تشتغل لازم انتم ما تنتقدوهم، لان هذا جاي يشتغل للشعب، شعوبهم مرتاحه. ولذلك ايران كانت لروحها على متوصل لهم تدمر، ما تريد العرب يرتاحون. ولذلك اليوم بكل صراحه تحكي القياده الايرانيه انه احنا نتعامل في الشرق والغرب بناء على مصالحنا. هم اصلا جايين حتى ما يخلونك تتطور. يعني انت راجع التاريخ، ما خلونا من ذاك اليوم لهذا اليوم، من أيام قورش لحد الآن هم نظرهم على العراق خاف يصعد يرجعونه.